السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا جدد أصوات ميديا. دائما من قلب الحدث، حنا الآن كنتواجدوا بدوار خوزونطان تابع لجماعة تلتني يعقوب تاسفت. كما كتشاهدوا هادشي يبكي الجبين، ما شاء الله. معنا احد من الدوار اللي كان حاضر في يوم الواقعة، اللي غادي يحكي لنا التفاصيل من طبيعة. تفضل اخي الكريم، السمية ديالك؟ معك علي ابو زول، ساكن في دوار الزنطان جماعة تلتني يعقوب اقليم الحوزة. خويا الله غالب اللي وقع راه وقع، ما عندنا ما نديرو، اللي مشى راه مشى، اللي بقى راه ما كاينش اللي يقلب عليك، ما كاينش اللي يدوي عليك. الحمد لله بعدا نتوما رجعتوا وكنشكركم على هذه الخدمة ديالكم كما جيتوا، وشكرا لكم بزاف على المنظر هذا. وكما كتشوفوا الناس ديالنا راه مشاو، اش غنقول لك؟ إلا كاع دويت راه قلبي راه داكشي اللي فيه، الله اللي عان بيه. اللي مشى لينا راه مشى، فين غتسكن؟ فين غتمشي؟ فين غدير راسك؟ كنطلبوا من شي مسؤول إلا كان واقف وكان مسؤول ندير بصح يجي يشوف فينا. ما قضيت أنا يدوي في التلفازة ولا يورينا أنا ولا أنت، داكشي غيديو. وكما كان الحال المغرب ديال ولاد الشعب، صراحة ديال الله المغرب الشعب هو اللي كيتعاون مع خوتو، وما في شي رئاسة ولا شي وزارة ولا شي حاجة، راه ما كايناش في المغرب. نقول لك صراحة الله والحمد لله، حنا غنتقاتلوا غنتكافحوا، الحمد لله ما حد الشعب ديالنا كاين واقف. عمر المغرب ما غيتقاس. الحمد لله كنشكروا على الواقعة ديال شو جات من عندهم، مرحبا بها. عائلتنا مشات، ولادنا مشاو، والحمد لله كنشكر على اي حد. شكون مشى لك في العائلة؟ غير بقى سمك الله يحفظك. سي علي. سي علي، غير احكي لينا. مشات عائلتي كاملة. عائلتي كاملة مشات. إلا جيت ندوي على عائلتي كاملة مشات الدوار ديالي كامل. وكنشكر رجالة الملك. كنشهدوا على المجهود الجبار اللي دار، ونعاودوا نشهدوا وعاش الملك والحمد لله على اي حال. وشكرا لكم تنشوف وسمحوا لي. غادي نبقاو دائما في البث المباشر باش نعاودوا ناخذوا الكلمه ديال بعض الاخوه اللي اسمك الله. السلام عليكم، اسمي جمال لنحيان. سي جمال، كيفاش كان؟ باش نقول لك راه الحاجه كاينه. انت ما كنتيش في المنطقه؟ لا، كنت في مراكش. كنت في مراكش. ما حسيتش مراكش غادي تخرج وتبين لي مكعب المطار اللي شهر كبير. وصلنا هنا مع المنطقه مقطوعه والصحه في الطريق، شي ثلاثه ديال النهار السبت وصلنا هنايا. مشينا بحث لقينا الاثنين صحاب الدوار اللي كانوا بزاف دراري صغار، هما اللي داكشي على الدوار رقدو. الحمد لله داكشي ديما طرا مشى. والبارح كملنا هذوك اللي كاين اللي بقاو تطلب منهم حتى الوالدين الله يرحمهم وخويا الصعيب الله يرحمهم اجمعين جميع الامة المسلمين يا رب العالمين. وكنشكروا جلالة الملك اللي واقف على هادشي كامل، كنشكروا بزاف. اليوم توصلنا الدفعه الاولى ديال المعاونه، منها المواد الغذائيه ومنها الملابس. وكان جمع المحسنين تاهما يتعاونوا معنا، راه باقي الدور الفوق خصوصين. وكنطلبوا بالوقايه المدنيه تدخل، باقي الدور الفوق تاهما خصوصين بزاف. باقي الناس اللي سكنوا الفوق باقي ما المهم راهم بعد الطريق ما كايناش، هما خدامين فيها دابا. هادشي اللي كاين، تشوف الواقعه كي دايره. اذا نيابه عن طاقم جلده اصوات ميديا من الرباط، كنقدموا لكم التعازي الحاره في فقدان الاب ديالك والام ديالك واخوك الصغير. اجرك الله، الله يصبرك. هذاك الشيء الموت الموت علينا حق. حتى واحد ما بغى يموت بهذه الطريقه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. حنا كتعرف بانه العمل ديال الصحافه هو ايصال الصوت ديالكم، كنوصلوه بطريقه بالمصداقيه وبنزاهه. الشيء اللي خلانا باش نتنقلوا
ونتكرفصوا في الطريق ونسهروا ونعانيو حتى حنا باش حتى حنا نجيو نوصلوا هذه الرساله ديالكم للسلطات المحليه. فالسلطات المحليه إذا كانت في المشاهده وفي الاستماع راه الناس يناشدون بحراره باش التدخل العاجل من اجل انقاذ بعض الحوايج، لانه هادشي اللي كتشوفوا مؤلم. انتم شاهدوا تفضل. من ناحيه الانقاذ راه حنا اللي نقدنا كلشي، كان 74 حاله حالات وفاه، ما كاين لا وقايه مدنيه حتى حاجه، جبناهم حنايا رجلنا. انتم اللي جبتوهم راسكم؟ حنايا الدراري جبناهم كاملين، 74 وفاه اللي كاينه الدور كامل، وكاين دابا وصلنا 74 حاله. اخر حاله جبناها اليوم دي واحدة مسكينة كانت شوية صعيبة، ضينا فيها البارح ما وصلناش ليها، اليوم وصلنا ليها الصباح. هادشي اللي ودفنتوهم؟ دفنوهم كاملين الحمد لله، الله يرحمهم. الله يبارك، الله يرحمهم ويجدع عليهم الرحمة. وباقي الدول تحت هما راه مكرفسين في الطريقة كتشوف، وحنا حيت دابا حنا قراب المنطقات اللي تيقولوا البؤرة الأساسية ديال جامعة إيغيلا قريبة لينا، مكانة 7 كيلومتر، داكشي علاش الضغط ضرب بزاف حتى هي. الحمد لله على كل حال. ما شاء الله، ما شاء الله. كيف الأوضاع تما في المنطقة في إغلي كديرة؟ شوية أوضاع صعيبة بزاف، حيت تما واحد المطار صعيب بزاف تصور، مازال هنا شوية، تما راه الدار بداو كتبان شوية، بحال كتحلى بالضبط، كلشي بعدو. شحال من كيلومتر باش بعيدة؟ بعيدة من هنا بشي 7 كيلومتر. مسدودة؟ من الفيلاج كدير 20 كيلومتر. من الفيلاج خاصك 20 كيلومتر. كتمشي ليها السيارة لا؟ الطريق مسدود الطريق. هاد الجبل كامل راه بطل. هاد الجبل هذا؟ الجبل فين وقع هاد الشيء؟ هاد الجبل فين تما هو بالضبط؟ هو الجبل كتشوف في الطريق وين سميتو؟ فاجعة. هانتوما كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، هذا هو هذا مورا هذا كاين إغلي. تما كاين البؤرة. إغيل. جماعة إغيل. انتم كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، هذا هو الجبل اللي موراه كاينه المركز ديال الزلزال، تما فين كانت البؤره كما قال الاخ علي ياك جمال، قال لك تما منظر يعني القلوب الضعيفه ما تقدرش تشوف هذاك المنظر، لانه قال لك لدرجه انه تما تشقات الارض وبحال هكا، يعني بصفه عامه تشقات الارض والمنازل تواطوا، يعني بحال الا هبطوا المنازل. ف قدر الله ما شاء فعل، هذا الشيء القدره ديال الله تعالى، كل واحد وكيفاش كتجيه الموت. انا لله وانا اليه راجعون. هذا المنزل كان فيه شي حد؟ هذا المنزل ما فيه شي حد؟ عتقتوها؟ بقى في الحياه؟ فين كاينه؟ في السبيطار. في عمرها 110 110 سنين. المهم فايت ال 100. هنا هنا تعرفوا بانه القدره ديال الله تبارك وتعالى راه سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يعني دائما غادي نبقاو في بث مباشر باش نعطيو الكلمه لواحد الاخ اخر حتى هو توفى ليه الاب ديالو. دريس ممكن تحكي لنا انت على الالم اللي كتحس به وعلى الوقائع اللي وقعت من بعد فاش توصلتي بهذا الخبر الاليم؟ وهو كما فضل. كيقولوا الالم يعني لازم يكون عافاك فهمتي، يعني القلب تكوى مره ما جوج، يعني تكوى كويا خايبه، يعني مابقاش فاش غتحس مابقاش عندك، يعني كتقول الطفل ميت. هذه اول حاجه، وكما كنقول فاش الناس اللي كيدعمونا اللي هما المحسنين وشي جمعيات الله يجازيهم بخير، هما اللي كيدعمونا دابا وكيصيفطوا لنا ما ياكلوا هاد الناس وسميتو. والحمد لله راه كاين اللي باستطاعته انه يهز مو ولا با يديه معاه، ولكن فهمتي حنا هنايا كنكونوا ايجار على جار، كيكون عائله ما تقدرش تخابيه، يعني ما تقدرش انت تمشي تعيش بخير في شي بلاصه اخرى وفي الايجار هنايا. واش غنقول لك، راك دابا راه كلشي صورتيه كلشي شفتيه، معاناه كثيره، الناس كينعسوا تحت السماء. دابا كنفكروا غير حاجه واحده، الا جات غير شتي على الحفله اش غيديروا هاد الناس؟ يعني هو منو السماء غتكون كارثه اخرى. كارثه اخرى، الارض كامله مشقه
عقلي بزاف كياكل وكينعس وكيشرب تحت السلام لا وراه كما كنقولوا راه الله ما يخليك ان شاء الله انت تشوف كلشي قدام عينيك يعني ان لله وانا راجعون شي ولو دار وحده باقا واقفه دابا هذا هو الدوار الاول اللي في اللي بعيد اللي بعيد مع الجماعه ديال الزونطا لا كاينين شي وحدين اخرين تحت اللي دزنا عليهم كاينين قراب شويه هي قراب يعني شوف باش نكونوا كلهم متضررين بزاف كلشي نفس الحاله كلشي نفس الاضرار كلشي نفس المشاكل كلشي سميتو هذا النهار باش كانوا نهار السبت في الصباح العشيه مشى واحد الدري هنايا هبط للفيلاج مشى عند الناس كيساقتهم عفاك عطيونا امبيلونس بلا ما نذكر الاسماء ديالهم حيت عارفين رؤوسهم ما بغيناش ندخلوا في هاد المسائل بزاف مشى عنده قال لي عفاك راه محتاجين واحد امبيلونس مشينا تعاونونا قال ليه الاولويه حدا الطريق يعني ماشي هكاك باش كتحل الامور يعني ولا كل هاد الناس اللي قالوا هاد الجماعه ولا ديال من أيه. الناس ديال الجماعه يعني عارفين الناس سميتو قالوا يعني كان عليه وصل له ميساج بشي طريقه اخرى اللي يقدر يهدنو يعني بحال ما هكاك راه يقدر شعل الفتنه ما بين اصحاب المنطقه مع اصحاب مع المجلس باش نكون واقعيين يعني كاين الامور كيتحلوا بالعقل ماشي بديك الطريقه حنا عاضرينهم عليهم الضغط وعليهم سميتو ولكن حنا راه مشاو لنا حبابنا ومشاو لنا شلاح حوايج ديالنا يعني شي حاجه اللي ما تعوضش خلاص تلقاو مشا لنا كلشي المنازل تعوض الفلوس تعوض الابهايم تعوض ما عندناش مشكل في المنازل كما قلت لك ما عندناش مشكل في الاراضي ما عندناش مشكل في ولكن انك كما قلت لك انا قبيله اني نتعشى اليوم مع با ونهبط باش نخدم عاوتاني باش نجيب باش عاوتاني نعشي واحد مده اخرى فايبي كيفاش كيعاود لي باك بات فين طحت عليه الدار يعني مؤلم شيء مؤلم مؤلم بزاف كما قلت لك يعني لا اله الا الله محمد رسول الله حنا كنامنوا وكنامنوا بالقدر ديالو كنامنوا باي حاجه جات من عنده مرحبا بها غير هو حنا اللي حنايا اللي كيبقى فينا بزاف هو كما قلت لك يعني ما كايناش شي تعاون شي ما حسيناش بشي حاجه اللي دابا نقولوا ما نكذبش عليك احبابنا اصحابنا خوتنا هما اللي لاعبين هاد الساعه هذا ما كان شي حاجه اكثر مازال ما شفناهاش كنتمناو من الناس المجلس السلطه اش غنقول لك واش مغلوبين الله يكون في عوانهم ولكن اسمح لي راه دوله كبيره كبيره وقاده على كل شيء ما نقولش الله وعاش الملك وما عاش من خانه حيت شي وحده ما غتصفقش باش اني نعطي انا قرار من هنا ومن هنايا السوسه كاينه شي كلمه اخيره كلمه اخيره اخويا كنشكر الناس اللي عاونونا وكنساغتو سيدنا وكنساغتو الملك محمد العزيز انه يدعمنا على الاقل الحاجه اللي كنطلبوا بها دابا بغينا هاد الناس يعني تقدر تعطينا تقدر تمشي معنا نشوفوا شي حاجه في هذاك الشيء اللي واخا نشوفوا واحد الشيء كما قلت لك كيبغوا شي لا ما نصوروهمش نصوروا غير نوريك فين كينعسوا الناس ونوريك فين كيطيبوا هي اللي بغينا حنايا فين تينعسوا فين تيطيبوا ما حدنا دايرين البث المباشر باش يبقاو معنا المتتبعين الكرام يعني طلبنا من الاخ دريس لانه قال لك العيال هنا على حساب المنطقه دريس نقدروا نزيدوا قدام على حساب المنطقه هنا العيالات عندهم واحد الطبع والطبع راه كيغلب التطبع على ما تيبغيوش هما يتصوروا ما تيبغيوش يتكلموا مقلقين ساطخين ساخطين على الوضع ولكن هذاك حقهم لانه ما لقاوش شي حاجه ملموسه ما لقاوش الناس اللي غادي يواسيوهم اللي غادي يوقفوا معاهم جراء هذا الزلزال ف غادي تسبق ادريس عافاك باش تسرح لنا الطريق ولا الى ما كانش يعني بقوا معنا متتبعينا الكرام انتم كما كتشافوا هذا واحد من الدواوير اللي تابعه الجماعه ثلاثني يعقوب تسفت جا دوار طوزونطان
اللي مات فيه اكثر من 74 واحد، ونقضوا امراه يفوق سنها 110 سنوات. سبحان الله، سبحان الخالق. يعني هنا كتبان بان الاعمار والاقدار بيد الله عز وجل. ف اللي مات الله يجد عليه الرحمات، كنطلبوا لهم الرحمه والمغفره والله يصبرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحنا بدورنا كطاقم إعلامي صحفي كنقدموا التعازي الحارة لأبناء هذه المنطقة، وخصوصا هاد الدوار جراء هاد المصيبة. فلقينا صعوبة باش نصوروا البلاصه اللي كيجيو فيها العيالات، بغينا نصوروا البلاصه اللي كينعسوا فيها هاد الناس. شوف قول لي، شوف انت، شوف قول لي صافي، بلاش قول لي صافي، قول لي صافي. قول لي صافي بلاش، حتى الا كان غادي. ما شاء الله وصافي. ايوا واحد الى رد شي احنا ما شاء الله، هذا واحد من ابناء المنطقه، انتم كيخدم بيديه دابا عاد كملنا التفيل المره الاخيره، خرجنا بشي 66 باش خرجتوها وبنادم خناس تحت ما شاء الله. حنا خصنا نكرموا هذوك الناس ونوصلوهم بلايصهم، هو الهدف ديالنا. لا لا ماشي مشكل، هادشي اللي كيهمنا حنا في هادشي كامل. هادوك الناس اللي ماتوا، راه انا براسي راه ضاعوا لي الناس، ثلاثه الناس في العائله ديالي، ولكن راه خصنا نوصلوهم. فعلا بغيت تدوز ما تلقاش منين تدوز. ضو دابا راه حدك تمشي هاد الشميشه صافي، مشي هاد الشمشه راه تمشي تشد الركله، هادشي اللي كاين ما شاء الله. اللي خاصنا خاصنا راه باين، ولكن لا اله الا الله، حنا هاد الشباب هما اللي كيتعاونوا دايرين جهدهم، كل واحد هذا هو المشكل، كل واحد المجهود، وحتى واحد نقطه حنا اللي فرحانين بها هو الانطلاقه اللي انتقلنا بها من مراكش. والله القسم لك تلقاو سيارات كبيره وجايه، كاين جايه من طنجه، كاين جايه من تطوان، كاين جايه من كازا، وجايبين مؤونه مواد غذائيه وجايبين ما يعني هنا تعرف بانه الشعب المغربي بانه راه كيتضامن في حل بحال هذه الازمات وهاد الظروف اللي هي صعيبه وصعيبه وصعيبه بزاف. تفضل تفضل. جا عندي البحث الجزائري حتى لتحت سميتو في الدور لتحت، جاب لي طوموبيل عامره فيها من السرجيل، فيها من البيمو، فيها من الملكة، فيها كلشي الحمد لله، جزائري هو، وجا حتى لهنايا هو الاول اللي جا عندنا. تحيه لاخواننا الجزائريين. تفضل معايا استاذ. فين غنمشيو ادريس دابا؟ غنوريك دابا خاي فين كينعسوا هاد الناس وفين كيطيبوا، يعني فين عايشين. فين عايشين حاليا؟ حاليا. يعني كما سمعتوا متتبعينا الكرام، غادي غادي نشوفوا فين. هنا. ها هما الافريشة اللي نجاو الناس، يعني كيفرشوا هاد الناس وكيتلقاو بها. الا فين حاطين الناس حوايجهم، يعني ماشي شي حوايج كنقولوا، غير داكشي اللي قدرنا نخرج معاه، يعني الناس ها جامعين هادشي هكا، شتي كامل غبره، يعني منك اصلا ها هي الشعب عاوتاني الا جات غير الشارع، الا جات هاد الشعب عاوتاني كارثه اخرى عاوتاني، يعني كارثه فوق كارثه، يعني حنا مآمنين بقدر الله كما انتم. نعاودوا نذكروا متتبعينا الكرام مباشره من دوار طوزونطان تسافت ما شاء الله، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا راجعون. كما كنقولوا حاشاك غير بنادم إلا بغى يمشي للطواليت ولا كيمشي غير باش، يعني حتى كما كنقولوا هذيك قضية تاع الحسنة تنفخات، يعني كيما كنقولوا بنادم يعني هاي خمسي واش درتو؟ هاد الناس كيسولوك واش مشكل؟ ياك تكلم، ماشي مشكل، ماشي مشكل.
اي مهم ماشي مشكل هذه شطرقوش يعني شطرقوش من زك من زاكلين بعد ما تنقولوا حنا بالشلحه من زاكلين ياك هما اللي كيحام اه نشكر ربي يا ربي هاي دايره ربي هاي يجري الرقوش يعني ورسيتي تعرفتيك صافي راه وليت شلحيت يلا ها دريس هو غيطرب منين ايوا الحمد لله هيا طيبنا غدي ربي القادر نشكر شرس محمداش تخلاف الاخت جمي جانا ولي قيسي الله نتموت لاهل تخلا تقمي هي طاحت لهم الدار ايه تتا لاهل نقمة تتا اللي شي تتا اتشليت مشات لها مشات لها العائلة ديالها مشات لها العروسة ديالها الحمد لله تقمي تخلا كل الدار طاحت نزلت ايه ايه مبعيني خلا خلاص نغال للبهايم تاو ما مشاو والو ما نيسول لك شمولها ما باقي عندهم حتى حاجة باقي في الدار الدار طاحت خرجوا منها والو خرجوا منها هما سالمين غانمين هاي غير تغني الله يا رختمي هما دابا تحت الشجره عايشين تحت الشجره انتم كتشوفوا الوضع الكارثي اللي كيعيشوه هذا الدوار هذا توزونطان ف قول لها انا كنعرف الشلحه ولكن ما عرفتش كيف قول لها اشنو الرساله ديالها اللي ني متريت ابت الضرب تاع المحسنين ديالنا يصدرنا الكراده وانا يصدرنا كيعاون متريت وانا ارجع سيدي ربي اكن خي حنا كيعاون سيدي كل ما اللي في اللي فيه الانسانيه حتى المرض لما حالات والو ما اختلفش دخول ما غنى لا وانا ارجع سيدي ربي حنا كاين غكيسي حنا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله اي وي قال لي تموت تنقاد تروى تكرف سنا سين تروى تمغار تدتي يمي تخلا كله يمي قال لي ني راه درتي لا نموت تخلا كله كله تجمي لا اله الا الله ما قدر تصلى ما شاء الله ما شاء الله ايوا الحمد لله الله رقوش اتنا رحم ربي اتنا رحم ربي القدر ربي انت الحمد لله اللهم عليك ان لله وانا راجعون راه ما يرسي ربي اذا متتبعينا الكرام كما كتسمعوا كما كتشوفوا هذا الشيء يألم هذه السيده هذه راه سيده كبيره في السن شويه راه السن ديالها راه كيفوت المئات سنه فانتم كتشوفوا كتسمعوا الوضع ديالها كتطلب من المحسنين وكتطلب من الناس اللي عندهم ضمائر حيه باش يلتحقوا بهذه الدواوير باش يقدموا لهم المساعدات على حسب الامكانيات ديالهم لان حتى هي ما قالش حتى هي شي حاجه ديال اللي عنده الامكانيات ويقدر يتنقل ويجيب مساعدات لهذه الدوار فهذه الدوار هذو محتاج المحسنين وكنعاود نقول هذه الدوار دوار طوزونطان تابع لجماعه ثلاث يعقوب تسفت فغادي نخليكم متتبعينا الكرام تحيه حب وتقدير ووفاء واخلاص نخليكم الى بث مباشر اخر في دوار اخر بحول الله عبد اللطيف سحنون من قلبي الحدث شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بكم.